دكتور احمد رامي ودكتور اشرف ودكتور اندرو على الدعوه الكريمه ان اكون موجود ومشارك معاكم في المؤتمر المتميز ده، وانه كل سنه عن الثاني يبقى اقوى ومحتوى احتياج لينا علميا وعمليا. طبعا احب اعرفكم بنفسي الاول. انا مينا ماهر، ماجستير علاج طبيعي العظام جامعه القاهره، وحاليا في البي اتش دي جامعه القاهره، واستاذي طبعا دكتور باسم النحاس اتعلمنا على ايه، واستاذي اللي سبق واتكلم قبليه طبعا دكتور سرحان بنتعلم منهم كتير. حاليا انا مدرس مساعد في جامعه مايو امراض العظام في القاهره، وكمان انا سيرتيفايد بروفيشنال ترينر من الـ NTI او ناشونال تريننج انستيتيوت، او اللي هو حاليا برنسس فاطمة اكاديمي اللي تبع وزاره الصحه والسكان. وكمان انا فاوندر وتيوتر في اورسو اوم اديوكيشنال بلاتفورم اللي متخصصه في الاديوكيشن بتاع مسكوسكيليتال فيزيوثيرابي كورسز او ورك شوبس او ويبينارز او كده. قبل ما ابدا بس حابب ان انا في البدايه اهدي مشاركتي معاكم في المؤتمر ده لروح اختي مريم اللي سبقتنا عند ربنا من سنتين في نفس الشهر، فدايما بحب ان انا اتبارك بيها واهدي لها مشاركتي في اي مؤتمر. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم لينا شويه متطرق ليه دكتور سرحان في المحاضره الجميله جدا بتاعته، واستاذ دكتور مصطفى برضه هنتكلم عنه، اللي هو الفروزن شولدر. بس احنا هنا هنتكلم كونسبت مختلف شويه او بيرسبكتيف مختلفه شويه، الدايليما اوف فروزن شولدر براكتيكلز. يعني اوقات كتير بنتقابل لما الفروزن شولدر شويه كونفيوزنج او شويه الانفيدنس عليه لاكينج او كونفليكتنج. حد بيقول ان انت موبيلايز، لا حد يقول انت ما بتعملش موبيلايزيشن، حد لا بيقول ده فيه انفلاميشن، حد لا ما فيش، لا ده 3 ستيجز، لا ده 4 ستيجز. ايه اللي ممكن تعمله يحسن العيان؟ ايه اللي ممكن انت ما تعملوش؟ وفي دايليما كتير وكونفليكتنج ديبيت كتير سواء ساينتفك او حتى في الكلينيكال براكتس. فنحاول ان شاء الله ان احنا في المحاضره دي ان احنا نفوكس شويه على البراكتيكالز، الجزء العملي اللي خاص بشغلنا في موضوع الفروزن شولدر، ونشوف ايه اللي احنا according to the evidence till now ايه اللي احنا ممكن نعمله وازاي نقدر نطبقه مع العيانين بتوعنا. اول حاجه ليه الفروزن شولدر في البراكتس بتاعنا اصلا دايليما؟ يعني معظم الحاجات لما نبص عليها يبقى في ديسفانكشن واضح، البيرمت واضحه، باثولوجي واضحه، بتقدر تعمل ستكس معينه، بتشوف الايفالويشن بتاعتك، بتحط التريتمنت بلان بتاعتك وهكذا. ليه في دايليما بالذات في الفروزن شولدر؟ اول حاجه لان الفروزن شولدر نفسه في تل ناو احنا لسه في ديبيت، هل هو سيلف ليميتنج ديزيز بيبدا يزيد العيان والعيان يبقى اسوء 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 بعد كده يروح نازل والعيان يتحسن ويبقى كويس، ولا بكمبليت ريكفري، ولا لا ده في ناتشرال هيستوري ان هو بيتحسن وبعد كده يزيد ويرجع تاني وفي سم ديسابيلتي لسه اعلى. فلسه تل ناو في ديبيت في الحته دي، هل هو بيريكفر لوحده من غير اي تدخل ميديكال مننا في الفيزيوثيرابي، ولا هو لا محتاجين ان احنا نعمل انترفنشن وفيزيوثيرابي عشان العيان يرجع فانكشنال ويقدر ان هو يمارس حياته. تاني حاجه كمان مخلينا الموضوع فيه شويه دايليما انه الاكزاكت باثوجينيزس اللي بتحصل. ايه الباثو فيسيولوجيكال او الباثو اناتوميكال ستراكشرال تشينجز او بايوكيميكال تشينجز او ميكانيكال تشينجز بتحصل تخلي في الموضوع ده؟ هل بيحصل كابسولايتس فيخلي فيه ستيف شولدر، ولا كابسولايتس بيجي بعد ما يبقى الشولدر ستيف، ولا مين بيسبب مين؟ فعشان كده النقطتين دول بالذات مخليين في وزن شولدر الى حد ما في دايليما او تبيت كتير، بس هنشوف ان شاء الله ان احنا ازاي ممكن نتعامل معاه. واحده من الحاجات اللي في وزن شولدر ان هو very challenging musculoskeletal disorder بنتعامل معاه، وانه للاسف اوقات كتير بيبقى مس ليدنج او مس دايجنوزد، وانه العيان بتبقى صعب ان انت تفرنشيت هل هو ترو
فروزن شولدر ولا سودو فروزن شولدر؟ يعني هل هو العجل فعلا عنده كابسولار تشينجز وعنده كابسولار باتر وعامله افكشن على كل تقريبا الدايركشنز بتاعته اكسترنال ابدكشن انترنال روتيشن، ولا لا ده العيان ايموبيلايز لفتره او عنده روتيتور كاف انجري فدخلته في ستيف شولدر اللي هو اسمه سودو في سودو؟ فعشان كده الموضوع فارق وتشالنج، وانه برغم ان هو يقال بس سيلف ليمتد ديزيز، بس اكشولي عن طريق الاستاذ اللي اتعمل كلها نسبه كبيره جدا من العيالين بتكمل او بتسبسايد مع الكونديشن وهي عندها سم سورت اوف ريزيدوال ديسابيلتي، ما بيحصلش فولي ريكفري، مع انه لو سيلف ليمتد المفروض يتحسن بقى لوحده ويرجع كويس. عشان كده في 2020 البيبر دي الصراحه كانت اكسايتنج ليا شويه، انه الفروزن شولدر از ال ديفايند تلنا لغايه 2020 مجموعه ريسيرشرز في سويسرا عملوا بحث عام كده عن الناتشرال هيستوري والسيلف ليمتد الكورس بتاع الفروزن شولدر. ايه اللي وصلوا له اللي احنا محتاجين نفكر فيه شويه؟ انه واحد اول حاجه انه اتس بريفيرد ان احنا نستخدم كلمه فروزن شولدر عن ادهيزيف كابسولايتس، لان احنا اوقات كتير هنلاقي الاثنين بيستخدموا انترتشينجبلي او دي مكان دي او دي بدل دي، فلا اتس بيتر ان نستخدم فروزن شولدر. الفروزن شولدر وايد تيرم اكتر بياخد لونجر هيستوري اكتر ايفن حتى لو الكابسولايتس سبسايدنج شويه. تاني حاجه انه حطوا زي ابديت الديفينيشن اوف الفروزن شولدر، والنقطه دي مهمه لان دي هتبقى ريليتد شويه للكلينيكال براكتس بتاعنا مع العيانين. قالوا ان الفروزن شولدر از ا كونديشن كاركترايزد باي سيفير شولدر بين فانكشنال ريستريكشن اوف بوز اكتف اند باسيف رينج اوف موشن ان ويتش كاتيجرافز اوف الجلينوهيبرال جوينت ار اسينشالي ان ريمارك. يعني العيان الرينج اوف موشن بتاع سواء اكتف لما هو بيتحرك او لما انت بتحركه باسفلي، العيان ذا سيم ريستريكشن ذا سيم سيمبتومز من غير اي راديوجرافيك ايفيدنس. اوكي النقطة الأهم بقى اللي هي نمبر 3 انه فروزن شولدر از اوفن شورت توير امبروفمنت which gives a high chance of ongoing low level restriction campaign. ليه بنقول الكلام ده؟ يعني لازم تبقى حضرتك عارف ان الفروزن شولدر وارد بنسبه كبيره العيان ما يوصلش لفول ريكفري، ما يحصلش يرجع ل 100% من النورمال فانكشن بتاعته. فلازم تبقى قايل ده للعيان وانت تبقى فاهم ده ايفن حتى لو انت بتدي البيشنت البيست ابروبريت تريتمنت. There is a high chance of low ongoing disability. ليه كده؟ عشان في عيانين كتير لما بيبدا يتعامل ويروح للدكتور ويقول له لا ما تخافش ده انت هتبقى كويس ده انت هترجع 100% ويبدا فعلا الدكتور يعمل كل الافيلبل بروجرام معاه ويشتغل معاه وي 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 في الاخر عيان ما يلاقيش النتيجه اللي هو منتظرها او ما يلاقيش الحاجه اللي هو الدكتور قال له عليها. عشان كده زي ريكومند انه لازم نفهم العيانين ان there is high chance of ongoing restriction، لان ده هيقلل شويه فكره الاكسبكتيشن اللي عند البيشن او الاريتابيلتي اللي عنده من ناحيه الموضوع. زي ما قلت لحضراتكم 15-40% من الحالات الفروزن عرضه بنسبه كبيره ان هو يكمل بريسيدوال سابيلتي which is high percentage طبعا، يعني ده قربت للنص. ف very very challenging condition. عشان كده it requires careful management وانترفنشن، مش بس عشان تشورت السيمبتومز وتقلل الحده بتاعتها، لكن كمان عشان تشورت الديوريشن اوف سفرنج بتاعت العيان وتحسن الفانكشن بتاعته as much as possible. معظم العيان بيجي يبقى لازم ايده كده في جسمه مش عارف يتحرك، مجرد ما يعمل كده او كده فيري سيفير بين، طب هيتصرف ازاي؟ هيتحرك ايه؟ هيكمل حياته ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا محتاجين نفوكس عليه ونشوفه مع بعض.
طيب برضو في 2015 هنا systematic review بيتكلم هل الـ natural history of frozen shoulder is a fact or it's a fiction، خيال علمي مش حقيقي. اوكي، تو كونسبتس مهمين في البيبر دي. اول حاجه انه there is contradictory evidence و lack of supporting evidence انه recovery phases هتؤدي complete resolution من غير اي intervention. عشان كده مهم وانت حضرتك بتتكلم مع العيان تفهمه انه it's natural history disease، بس مش هيحصل complete recovery لوحدك لو ما عملتش علاج طبيعي او ما خدتش الانترفنشن المناسب. كمان there is no evidence supporting a theory of progression as never recovery to full resolution with very treatment. بالعكس ده كمان بيقولوا انه the most improvement اللي you can achieve مع البيشنت بتاعك انت تقدر تعملها في الـ early stages اكتر من later on. وده شويه عكس اللي احنا متخيلين، يعني معظمنا بيبقى متخيل انه احنا نقدر نجيب مع نتيجه مع الفروزن لما العيان ياخد وقت شويه والانفلاميشن يقل ويبقى في ريستريكشن وانت اقدر اشتغل معاه. لا، المودرن ايفيدنس انت تقدر تجيب نتيجه في الايرلي ستيجز والامبروفمنت تحصل فيها اسرع واحسن من ليتر اون. فمحتاجين قوي ان احنا نفوكس على ده لان ده بيفرق في المانجمنت بتاعتنا والتايمنج اوف الانترفنشن بتاعك. انت هتطبق ايه امتى عشان ايه. اوكي، طيب زي ما احنا شايفين كده الكلينيكال برزنتيشن اللي بيحصل بصوره مبسطه ومختصره جدا. الفروزن شولدر بنلاقي ان الكبسول بتاعه الشولدر بالذات الانتيريور والسوبيريور بارت يبدا يحصل فيها شرينكج او تشورتن او تجيت تايتند اكتر، يبدا يحصل فيها باسو فيسيولوجيكال وباسو كيميكال تشينجز ويبدا يتغير الكولاجين فورميشن اللي فيها وتبدا ان هي زي ما نقول تقفش او يتكون فيها ادهيشنز. شايفين الصوره اللي فوق دي؟ الجزء التراينجل اللي فيه السهم ده بنسميه الروتيتور انترفل، دي موجوده انتر سوبيريو ما بين التند بتاع السوبرا سباينيتس والسب سكابيلاريس. ليه الاريا دي مهمه جدا؟ لان دي مين انديكيتور اوف فروزن شولدر، اكتر حته يحصل فيها ادهيشن لان موجود فيها السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت، موجود فيها الكرابو هيومرال ليجامنت which are main باسو ميكانيكال تشينجز والكيميكال تشينجز بتحصل فيه. العين يجي يشتكي من انسيديوس جراديوال بين، يشتكي من حاجه مهمه قوي انه there is sleep disturbance، انا الالم بيقومني من النوم ما بعرفش انام على دراعي which is logic مع فكره الـ ongoing inflammatory process اللي بتحصل. كمان حاجة مهمة جدا انه هتلاقيه بيشتكي من كابسولار باترن برزنتيشن زي ما شرحنا من شوية انه there is affection في تقريبا mostly all directions بس أكتر حاجة external rotation abduction و internal rotation in both active and passive range of motion. ودي حاجة كاركترستيك للفروزن شولدر ودي ساعات اللي احنا بنديفرنشيت بيها فروزن عن روتيتور كاف مثلا، فروزن عن الامبنشن مثلا. اوكي؟ طيب هنحاول نجري شويه. اوكي؟ جول تمام؟ اوكي؟ ماشي؟ اوكي؟ طيب الاسيستنت في بس حاجه حابب اقول لكم عليها دي فيري فيري انترستنج الصراحه. كوراكويد بين تيست، كوراكويد بين تيست is a highly clinical value test diagnostic of true frozen shoulder. والستادس اللي اتعملت عليه اي نعم هي اونلي وان ستادي اتعملت عليه في 2010 بس اتس اوكي وهايلي كلينيكال فاليو سنسيتيفيتي 96 وسنسيتيفيتي 87. انت تقدر تعمله لو طلعت بوزيتيف تقول عنه فعلا ترو فروزن شولدر، نيجاتيف لا ده ما عندوش. اوكي اللي بعده طبعا حاجه مهمه جدا الجوينت
accessory movement. تيست العيان هل في كلاين اللي بيحصل ولا لا، والاكسسوري او الارشر كيماتكس بتاعته موجوده ولا لا. موستلي في معظم عينين فروزن مش هيبقوا موجودين. It's restricted او absent. غالبا برضه معظمها هتلاقيهم بيعمل الشولدر شراك سايد عشان يكونسنت الفروزن شولدر، هتلاقيه بيحرك الشولدر كومبلكس از وان يونت، فيجيب الحركه من الاسكابيولا كلها او من فوق كلها. كمان هنلاقي في بعض الفانكشن تيست لو قلت له حط ايدك مثلا the hand to neck, hand behind the back, hand to opposite shoulder، هتلاقي في restriction في كل الدايركشنز دي نتيجه طبعا الدايركشنز اللي قلنا عليها. اخر حاجه في كلمتين بالظبط استاذنكم التريتمنت. There is various and many methods of treatment للفروزن شولدر. ما كله يدرك ده زي ما بيقولوا. Which is best للعيان؟ Which is evidence based للعيان؟ هحاول اتارجت شويه حاجات ابديت شويه او مش معروفه قوي، بيقول لعل تبقى مسار طبيعي يعني. اول حاجه مهمه جدا فكره البيشنت education. واعتقد معظمكم يعرف البيشنت education مش بس في فروزن شولدر، ده في كل المسكو سكيلتر كونديشنز بيحطوها هي تاني حاجه بعد الاكسرسايز. يعني قبل المانيوال، قبل الدراي نيدل، قبل الكاينيسيو، قبل اي اجهزه، اي مصر فيلنج تكنيك. فالبيشن اديوكيشن فيري فيري امبورتنت ان انت تتعلم هيستوري بتاع العيان وايه اللي هتحس بيه وهنوصل لايه والاكسبكتيشنز بتاعتنا رايحه لفين. تاني حاجه الاسترتشنج، وهنا في الاسترتشنج فيري تيلور او انديفيدولايز للعيان، بس هنركز على استرتش حلو كده الكرابو هيومرال ليجمنتس. زي ما شايفين في الصوره في 2009 رويس عمل كده بوزيشنال استرتش للكرابو هيومرال ليجمنت. العيان زي ما شايفين بيبقى سايد لاين والافكتد باور هو اللي من فوق، وبيخليه ماسك حاجه في ايده وهي سوباينيتد، ويخليه ينزل انتو اكستنشن وادكشن. ده بيحط بوزيشنال ستريتش ويمتين ده 15 او 20 مينتس ويكرره على مدار اليوم والاسبوع. بوزيشنال ريليس يفك او ينسن معاه كرابو هيومرال ليجمنت اللي هو عامل لي ريستريت. كمان الموبيلايزيشن طبعا جريد 1 و 2 لو هو امبيد شديد، جريد 3 و 4 اللي هي مسمينا هاي ماجنتيود، وممكن استخدم المولينجر او الموبيلايزيشن موفمنت بالذات عشان افاسيليتيت الابدكشن والاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن. وخلوا بالكم برضه في 2014 لقوا انه لسه برضه في ديبيت على فكره الموبيلايزيشن في انهي دايركشن. اخيرا الموبيليتي اكسرسايزز اتس ريكومندد ان انت تستخدم معاه في البدايه بالذات لو هو هايلي ريتابل بندوليان اكسرسايزز حاجه سيلف موبيلايزنج تديفلوب بعد كده الايزومتريك وزي الافيلبل رينج وليتر اون لما يبقى احسن شويه ندخله في ريزيستد اكسرسايزز سكابيولو ثراسيك اكسرسايزز اند روتيتور كاف اكتيفيشن. اخيرا مفاجاه البي ان اف كتير بيربط البي ان اف بحالات الديون which is برضه حاجه مش scientifically قوي، لكن في 2019 systematic review عن utilization of BNF methods في حالات الفروزن شولدر، والمفاجاه it's very effective في الادهيزف كونسرايتس لو استخدمنا hold relax او contract relax تكنيك في انهي دايركشن؟ في الدياجونال تو باتر اللي هو الدايركشن ده. يس دكتور الفتره استاذنك ده طبعا دي 2 باتر اللي هو الدايركشن ده بتاع ايه؟ فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن اللي هو الدايركشن اوف ليميتيشن بتاع العيان. فوانس ان انت بدات تعمل له ده انت بتلنسن وبتحط بوزيشن ريليز عليه وبتجد افكتيف معاه. ممكن تعمل طبعا من ديفرنت بوزيشنز سواين او من ستاندنج عشان تبقى افكتيف جدا معاه.
الفيزيوثيرابي يبقى اكومبانيد مع استيرويد انجكشن. زي ما دكتور مصطفى قال في المحاضره اللي قبل اللي فاتت ان الاستيرويد انجكشن مع الفيزيوثيرابي دي بيست ريزلتس مع العيانين بتوعنا، وانه مع الفيزيوثيرابي ممكن يكمل 6 شهور او سنه. شكرا جزيلا لكم واتشرفت ان انا كنت معاكم. شكرا دكتور مدرس حسام للعلاج الطبيعي للعظام وملاحقه كليه العلاج.